بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي وأحبائي متابعي قناتي ورحمة الله وبركاته. اليوم أود أن أقدم لكم فيديو قصير عن بعض التصحيحات لما ورد من محاضرات في موضوع الانورجانيك فارماسيوتيكال كيمستري. So I have a correction session. في lecture number 1 slide number 8 عندنا في الجنرال رولز في الملاحظة الأولى أنه number of protons equals to the number of electrons and equal to the atomic number written above the element symbol in the periodic table, وهذا ما متعارف عليه في الجداول الدوري. البعض يقول المفروض أنه يكتب below. لا, هو الصحيح يكتب above. على معظم الجداول الدورية السائدة في المواقع الإلكترونية الحديثة. أما الأتوميك ماس فالنون أيزوتوبيك, النون أيزوتوبيك أتوم number of protons plus the number of neutrons الصحيحة. احنا كان بالقديم اكو بروتون, هذا تصحيح خطأ طباعي. number of protons plus number of neutrons يساوينا الاتوميك ماس, وعادة written below the elements symbol in the periodic table. بس راح تشوفون احنا من انطينا موضوع هذا امثلة على البريودك تيبل, أمثلة على البريودك تيبل, راح تشوفون أنه الأتوميك نمبر أباف الماس بيلو كل الإليمنت. هذا إكزامبل, هذا آخر, هذا من كتاب أو من موقع البابكيم أيضا يعطي هنا ينطينا هذا البريودك تيبل منطي بس الأتوميك نمبر وشلون مسلسل الإليمنت بالبريودك تيبل. هذا periodic table خاص مالت الويكيبيديا كذلك منطي بس الاتوميك نمبر above. لكن من انطينا موضوع الراديو اكتيفيتي, احنا عادة بالراديو اكتيفيتي حتى نسهل على الطالب باعتبار الاختلافات معظمها تصير because of decay in the mass, نقلب القضية. وهاي كل كتب الراديو اكتيفيتي او الراديو كيمستري او الراديو فيزيكس تسوي هاي القضية, انه يخلون الاتوميك ماس اباف والاتوميك نمبر بلو, مجرد حتى يجذبون انتباه الطالب الى التغير انه راح يحصل في هذا المكان, انه اكثر شيء على الماس قليل ما يصير change in the atomic number باعتبار الدكة دي يصير من النيوكلياس. وهذا المثال موجود بمحاضرة نمبر 3 part 1 slide 8 اللي هو emission of alpha particle from radium and its conversion into Roentgen. عندنا تصحيح آخر في محاضرة نمبر 3 part 1 slide 5, كنا كاتبين أنه C14 يسوي 1% of the carbon element والC13 يسوي 99%. الصحيح لا, أنه الموس أباندنت هو C12 99%, والليس أباندنت هو C13 اللي يشكل 1%. وأود أن أقدم شكري وتقديري واعتباري الكبيرين إلى ولدي وإن شاء الله زميلنا المستقبلي الذي صراحة نتوسم في كل خير, طالبنا إيهاب سعدي. شكرا جزيلا له, والسلام عليكم ورحمة الله.